في بنية، في من ناحية المشاعر وفي مشاعر من ناحية هذي. I started to have feelings for Azouz. شلون you have feelings for him؟ من صدقك أنت؟ يسعد عليك من بنتي أبوك. مريم عبد العزيز صار لها كم من يوم ما يرد علي. زين على الأقل واحد منكم قاعد يفكر.